ماذا بقي ليخسروه؟ يشحذون حبة الدواء من أمام المشافي، يشحذون لقمة العيش بشكل مذل طبيعي. آل الأسد لديهم عصابات يتحكمون بطرطوس ومعابر التهريب نحو لبنان عبر طرابلس والمعابر الحدودية الأساسية، يهربون كل شيء، المخدرات والدخان والسلاح. آل الأسد لديهم عصابات تتحكم في اللاذقية وفي بعض المناطق الحرجة. الآن سواحل اللاذقية أصبحت بيد الإيراني وسواحل طرطوس بيد الروسي، فماذا ينتظرون؟ ماذا بقي ليخسروا؟ أبنائهم حتى يموتون في البحار من أراد الهروب نحو أوروبا. أعتقد أيضا هذا ينسحب على بقية المدن. هل يكفي أن نقول المدينة ثارت لأنها ثارت 2011 أو 2012 بعدة مظاهرات ثم استكانت والآن نسميها في خندق منثار؟ حقيقة يعني هذا سؤال كبير. لا يعني لماذا لم نستمر بشكل أو بآخر؟ على الأقل بالكتابات على الجدران، على الأقل بخلق جو عام، يعني مناخ عام. عصيان مدني مثلا، مظاهرات سلمية مثلا، كثير من الخيارات هناك موجودة.